وفي عالم الصناعة ورجال الأعمال من أهم رجال الأعمال في مصر ورئيس مجلس إدارة أكبر مؤسسة للصناعة المصرية مجموعة السلاب، رئيس مؤسسة السلاب الخيرية للتنمية الاجتماعية وعضو اتحاد الغرف التجارية وعضو الجمعية البريطانية لرجال الأعمال النائب ورجل الأعمال محمد مصطفى السلاب. ولد محمد مصطفى السلاب في محافظة الدقهلية في 14 من يوليو عام 1983، حصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة مصر الدولية عام 2006، كما حصل على الدبلومة العامة في وسائل الإعلام والإعلان الحديثة. نشأ محمد مصطفى السلاب في أسرة سياسية، حيث كان والده المرحوم مصطفى السلاب برلمانياً بارزاً، وفي عام 2015 قرر محمد السلاب أن يترشح لعضوية مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، فحاز ثقة الناخبين ليصبح عضواً بمجلس النواب عن محافظة الدقهلية ووكيلاً للجنة الصناعة بمجلس النواب، فضلاً عن عضويته بحزب مستقبل وطن وتوليه أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن. مساء الخير. في البداية طبعا أحب أشكركم على الحضور، وأحب أشكر الدكتور مرسال على التكريم الجميل ده، وده بجد شرف لكل رجل أعمال وكل عضو مجلس نواب وأي واحد بيشتغل في العمل العام أن يتم تكريمه من مؤسسات كبيرة زي دي. ده بيديله الطاقة وبيديله القوة أن هو في المستقبل يشتغل أكتر، علشان خاطر لما يلاقي ناس بتقدره بالشكل ده فدي حاجة تفرحه جدا وتديله الإرادة ان هو يشتغل اكتر. حب اشكركم مرة تانية والف مبروك.